الزحام الزحام شويه فيه شويه الزحام يخص النظام فهمتيني يخص النظام فهمتيني انا دابا هنايا كنضيع دابا انا فهمتيني الزحام غنمشي حتى الميزان حتى ليها غنمشي 20 متر كتمشي ليا السلعه انا ما فهمتي انا عندي خساره هذا الشيء هذا فهمتيني والميزان ما عنديش الميزان ميزان ما عنديش غنمشي 50 60 متر هذه ما كايناش هذا الشيء فهمتيني ودابا ما عرفت ودابا غنتحسب غيمشيو ليا البالي السلعه فهمتيني هذا الشيء اللي كاين انت هنا البان انا كيضيع عليا دابا اوا دابا فين غيبات نسب من صفة فريقاوات راه ما كايناش فريقاوات هنايا راه خصني فريقاوي انا فهمتيني ثلاثة ساعات وانا هنايا من الفجر وحنا كندورو شافرين السلعة وجالسين قدام الميزان فين هي النوبة ما نعرف والزحام وبالعادية الزحام فين احنا شو شحال دابا من ساعة هي كاينة والمحل راه هو ما فيه ساحة حب الناس كيتسناونا في المحل وحنا باقين هنايا ما الميزان ميزان انت كتشوف دابا خصك جوج سوايع المكانة وانت واقف باش تسنى النوبة ديالك ما كاين لا نظام لا والو هنايا هاد المارشي هذا صراحه هاد الله تعداو علينا فيه صندوق الضباربه كيعاودوه ثلاثه المرات الميزان الميزان باقي ما مريقل شي مره صراحه الصندوق كيعطي 30 كيلو وفيه 25 24 والله يا اخي صراحه الله هاد الشيء هذا بزاف علينا هنايا والله هاد الشيء هذا عاد كيطالبونا نعدلوا الشهاده ديال المشتري البطاقه طالبنا فيها 1000 درهم بزاف ديال الناس قصاوهم سوق الجمله ما كاين حتى واحد خدام هنايا 40 كونطابلي مقصيه مترجى هنايا كاين 64 حرق اللي كتعاود تبيع عشره اغلبيه السلعه كيبيعوها هما ما كاينينش مقصيين بالنسبه للخضار البعد الحمل والكونطابلي كيركب ب 40 درهم 30 درهم شحال يربح بوبري ما يعملوا لا مواصلات ما فكروش في الحاجه اللي فيها الدروش الحمل كيجيبها هنا كيجيب 25 درهم 20 درهم كيدي 70 درهم 80 درهم 100 درهم شنو عايش يطلب باش يعيش الدرويش كارب 70000 اللي كارب 2000 درهم فين كرات 70000 ما بقاتش هو الفريكو فين كاينش الفريكو سوق الجمله بلا فريكو كاين الفريكو اللي هين في المرشيد اللي هين قال لك غيبقى خدام واحد المده 5 اشهر 6 اشهر حتى يبنيو فريكو هنايا مقدروا يبنيو مقدروا ما يقدوا يشدوا هذاك فريكو ما كاينش الحاله ديالو مره كيقولوا من هنا العام ما نعرف قدروا يبنيوه تينا هنايا مشي يجيب السلعه من جهه العوام 4 ساعات الطريق الموتور من تما هنا خصك 50 60 درهم عاد تجي فيها 40 كرتون ولا 50 كرتون كيتزاد عليك درهم كوميسيون هنا السلعه كيتزاد فيها درهم هي المجموع السلعه قول 2 درهم اللي كتزاد صاير كنتي كتبيع ديك التفاح 8 درهم خصك تبيعو ب 10 درهم شكون اللي كيقول الشحط في هذه الدرويش عايشري التفاح من السوق ب 8 درهم دابا عايشري ب 10 درهم المتعد الخاوي بعد شوفي نوع بالنسبه للساحه قداش هي خاويه ما مستفيد منها حتى واحد هذيك علاش ديك الساحه خاويه هذيك خص يقول الساف ديك الغطا يقول زاد في الكارو بزاف ديال الناس كاين دابا هنايا كاروس هادو كل كارو كافيه البيت كينعسو فيه الحمالة بالليل هذا ثابت الحمال كيبات مسيب هنايا الكراروس ما عندك بيرو ما كاينش ما يقولكش شي كاروس بلا بيروس كاين قفز دلوقيت بنزل فيه لا كخافورتي لا والو تبيع 25 30 مليون الفلوس هنا في سوق الجمله خصك تهزها ديها معاك في الخوا يقنزيوك معرض اي المسؤوليه الاولى المارشي ما فيهش جيب بانكا المارشي خصو البانكا تكون هنا في السوق باش بنادم كيسالي كيمشي يحط فلوس الناس في البانكا هذا بلا بانكا ما كاينش جيب بانكا هذه المسؤوليه الثانيه المسؤوليه الثالثه حكموا علينا بالبيسي ديك البيسي كتضرب خمسه ثواني عاد كتطلع الميزان السلعه والدراري ما فورماطاو حتى واحد ما قراو حتى واحد ما كاينش شي واحد كاريفون حنا كنطلبوا من السلطه ديال مدينه طنجه تشوف كاين الدراويش هنايا كاين الحماله تشوف التوصلات ديال الناس باش يوصلوا لسوق الجمله ما كاينش كاين اللي كيجي من الدراري ب 60 درهم في الطاكسي بالليل 50% خصو 8000 فرنك وكيدي 100 درهم هذه ما فكروش فيها مره كاين اللي كيجي من الدار العوامه 25 30 درهم كاين اللي كيجي الله يحفظ من الثانيه طنجه باليه شحال خصو بحال اللي ما جيت تطوان هذا الشيء خاص يعملوا باراداس في الاحياء الشعبيين كاملين يعملوا باراداس ديال سوق الجمله ديال الدراويش السلام عليكم حنايا كاملين في سوق بنت تاوت حنا قدرنا هنا بزاف يعني الزنقار اللي كيتباع في الحومه زينب كاملين قدرنا وهذا السوق هذا المارشي هذا حنا كنجيو من برشيفه جانا بعيد تقريبا 50 درهم ديك الطاكسي باش كنجيو
حيتاش دابا هذا السوق هذا جا بعيد، يقدر اي واحد يخطفك يدي لك فلوسك حيت جا في الخلا، يخطفك في الطوموبيل اللي عندهم ليهن وتمشي ليهن يقريزك يقطعك ولكن ما تدي عليه والو وما تجبرش حاجه اللي هي الخلا شي يدفنك يسيبك في ديك البر اللي كاينه ليهن اولا. حنا عندنا مشكل واحد ماشي في المارشي اخاو، عندنا مشكل ديالنا في الزنقه برا كانت كارفصو كانت محنو كنعملوا بزاف د الحوايج في الزنقه. علاش كنديو السلعه ديالنا كيديوها لنا مخازنيه كيتحكروا علينا، ما عندنا شي بلايص، ديونا بلايص ديالنا شبروا بلايصنا. حنا عندنا دابا كنخرجوا 2000 درهم السلعه، كيديونا الموتور كيديونا السلعه. انا بارع داو لي السلعه وداو لي الموتور في عا نمشيو، يلا قولوا لي في عا نمشيو شنو نسرقوا شنو نمشيو نعملوا، عملوا لنا شي حال ديونا بلايص ديالنا وحنا هاني. حنا مارشي ما عندنا حتى علاقه فيه، موالين مارشي خصهم يهضروا علينا، حنا كنهضروا على الزنقه، الزنقه كيتحكروا علينا. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعدا تحيه لهذا المكان هذا، طلبوا لنا 500 درهم. الله يحسن العون، كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش كاين اللي كاري 500 درهم على حساب ديك الكارطه. الله يحسن العون، كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش كاين اللي كاري كاين اللي كاري. الله يحسن العون، كاين اللي عنده خمسه د العواو. الله يحسن العون، عاد الضريبه كيدخلوا معنا. قال لك من العام للعام غنشوفوا شحال كتخرج من 100 منطق. هذا المارشي هذا عرفتوا شكون اللي ضايع فيه؟ هو الخضاره الزنقه، زاد عليهم الصاير بزاف. يعني واخا يقصف الزنقه ما يصور والو، غيبقى خدام تاعي خدام على هادو اللي هنايا. بالنسبه للمارشي ما كاين حتى شي حاجه فيه ماشي هي هذيك، الحمد لله موفرين لهم جميع الشروط. شني الصوائر تزادت بزاف، الحمار رجع بجوج دراهم، ترونسبور اقرب مسافه 100 درهم. ماشي بالتاكسي 40 درهم. التاكسي 40 درهم، ما يمنحوا ما تشوك هنايا. الصراحه راه مداد مضر بزاف هنايا. بالنسبه للدخول في الباب زيروا عليهم بزاف. كتجبر اخر كيبيعوا شري في الزنقه حياته كامله في الزنقه، كيطلبوا له الاستفاده، منين يجيب الاستفاده؟ الاستفاده داوها الناس ماشي طنجه، هو برانيين على طنجه داو الاستفاده. دراري ولاد البلاد حتى شي واحد ما استفاد، منين كيطلب له هو الاستفاده منين يجيبها؟ جيب الاستفاده الصوره هذا جي نعطيوها الكارطه، اذا لا ما كاينش الكارطه ما كاين والو. عاد دابا الناس دو مارشي اللي هنايا عندهم بلايص بيدهم ما حاملينش هاد المارشي، والله ما حملوا شي واحد. علاش بدهم داخل باطيس واللي كانت تيسع كان الظل تخبى كان كلشي هنايا كلشي تزاد داخل. اللهم هذا منكر. بنادم هنايا كيجي يتسخر 5000 6000 درهم السلعه كامله كتخسر له هنايا، باقي ما طلعتش باقي ما وصلتش حتى للسوق. هنايا كتوصل خامجه الموطع عاد قايل، هاتي لك تشوف شوف من قايل من منا كلشي عاد السوق مفرق، جهه هنايا وجهه ليه. السوق خاصو يكون مجموع بحال اللي كان ليه. شو السوق كيفاش عامل مفرق؟ كيفاش سارات السوق؟ سك ساعه ما كان 4 ساعات باش تسوق، حنا كنا كنعاودو ساعة ما كانا كنتسوقو، دابا 4 ساعات باش الله تسوق. وعاد قايلة في وسط منك شتا في وسط منك، وعاد بوعد وعاد الشتا باقي ما طاحتش، اللي عاد طيح الشتا ما نعرفش شنو غيوقع في هاد البنية التحتية عاود. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.